الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. برحب بكم طبعا في حلقة جديدة من كلام في الميديا. الكلام النهاردة أكيد هيكون عن منتخبنا الوطني الأول اللي بدأ أنه هو يدخل في مرحلة جديدة، مرحلة التركيز طبعا في المباراة المهمة جدا قصاده اللي هتكون إن شاء الله قصاد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون. المباراة دي إن شاء الله تكون يوم السبت اللي جاي الساعة 8 مساء. طبعا المباراة دي هتكون أول ظهور المكسيكي خافير أجاري في القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني الأول، والمنتخب خلاص اكتملت صفوفه بانضمام المحليين والمحترفين، وعلى رأسهم طبعا فخر مصر والعرب كلهم اللاعب محمد صلاح، واللي ترشح مؤخرا طبعا مرة تانية لجائزة مهمة جدا وهي القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم، واللي بتنافس فيها لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو مع محمد صلاح. لاعبة المنتخب استقبلوا طبعا محمد صلاح استقبال كويس جدا، استقبال حافل، والكل طبعا كان بيهنيه على المكانة الكبيرة اللي وصلها محمد صلاح على المستوى العالمي. هنشوف النهاردة من خلال حلقتنا كل الأخبار اللي اتكتبت عن محمد صلاح إن شاء الله وعن منتخبنا الوطني الأول، وهنناقش الكلام ده وكلام تاني كتير جدا معانا في حلقتنا، وضيفنا النهاردة هيكون الأستاذ تامر عبد الوهاب. بالتأكيد طبعا هستنى مشاركتكم معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وكمان هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. دلوقتي بسرعة بقى هنرجع معاكم ونبتدي بأهم العناوين. رئيس الأهلي يناقش اللائحة بالفروع الثلاثة. الأهلي يرفض الضغوط ويتمسك بنزاهة منظومة التحكيم. الأهلي يرفض نغمة سهول الطريق في صراع الأبطال. المنتخب يواصل استعداده لمواجهة النيجر في برج العرب. أجاري يرسم خطة المستقبل ومتفائل قبل مواجهة النيجر. المنتخب يحتفل بترشيح محمد صلاح للأفضل على مستوى العالم. العالم يتحدث عن صلاح، الفراري على طريق ويا. البداية دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرائد. تعالوا نشوف. الجمهورية الخطيب يناقش اللائحة بالفروع الثلاثة. حرب الانسحابات والتهديدات تتصاعد بين الأهلي والجبلاية بسبب نور الدين. الأهرام، الأهلي يرفض الضغوط ويتمسك بنزاهة المنظومة التحكيمية قبل استكمال مسابقة الدوري. النادي لاتحاد الكرة، إذا كان الهدف إسقاط الفريق فعلينا توفير التكاليف. مهلة حمراء لاتحاد الكرة قبل الانسحاب عبد الفتاح، حكامنا شرفاء وطلبات الأهلي مرفوضة. الأخبار، الأهلي يرفض نغمة الصيد السهل في صراع الأبطال. الأخبار المسائي، كارسيرونيو ذاكر هورايا بالفيديو. والمسا، ممنوع الكلام عن صفقات الشتاء في الأهلي، محمد يوسف لسه بدري، هدفنا التركيز واستعادة اللقب الأفريقي. لسه طبعا توابع الازمه اللي حصلت ما بين النادي الاهلي والانتاج الحربي، او بعد مباراه الاهلي والانتاج الحربي، وبين القوي اللي اصدره مجلس اداره النادي الاهلي والطلبات اللي طبعا طلبها النادي الاهلي من اتحاد الكره انه ينفذها عشان يضمن بيها نزاهه المسابقه زي ما انتم تابعتوا في المنشطات. اليوم السابع قالت ان حرب التهديدات والانسحابات بدات تصعد ما بين النادي الاهلي وما بين الجبلية بسبب اخطاء نور الدين في مباراه الانتاج الحربي. الاهرام كمان اكدت ان النادي الاهلي بيرفض بقوه كل الضغوط اللي بتحط عليه، وان النادي متمسك جدا بضمان نزاهه منظومه التحكيم كشرط عشان يستكمل المشاركه في الدوري الممتاز. وكمان قالت الاهرام ان النادي الاهلي وجه رساله لاتحاد الكوره مضمونها انه لو كان في نيه بتهدف لاسقاط النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي فالاولى ان احنا نفوز او نوفر عفوا التكاليف وما نكملش الدوري من الاساس. كمان الجمهورية فقالت ان النادي الاهلي ادى اتحاد الكرة مهلة قبل ما ينسحب، وان فترة توقف الدوري فترة مناسبة عشان يحقق مطالب النادي الاهلي وتتمتع البطولة بمنظومة تحكيمية جيدة. كمان الاخبار فتكلمت عن بطولة افريقيا، وان في اراء كتير بتستسهل مواجهة النادي الاهلي لفريق هرويا كوناكري الغيني، وشايفين ان الطريق النادي الاهلي سهل، لكن طبعا ادارة النادي الاهلي الفنية بترفض الكلام ده جملة وتفصيلا، وبتأكد طبعا ان الطريق
الفريق مش هيكون سهل في البطولة بالمرة، وان الفريق جاهز ويقدر ان هو ينافس بكل قوة على الحق الهدف وتحقيق الهدف. كمان جريدة المساء قالت او نقلت تصريح لمحمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا باعمال المدير الكره في النادي الاهلي، اللي بيرفض الكلام عن صفقات الشتاء وان الوقت لسه بدري طبعا جدا وان ممنوع الكلام في الموضوع ده في الوقت الحالي، وان التركيز دلوقتي على بطوله افريقيا واستعاده اللقب الافريقي. ده كان كلام الجرايد عن النادي الاهلي. دلوقتي بقى تعالوا نروح معاكم ونشوف المواقع على الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. في الجولة عبد الفتاح بيان الأهلي يتسم بالقسوة وهناك عقوبات غير معلنة للحكام. الخطيب يجتمع مع أعضاء عمومية الأهلي بفرع الجزيرة الخامس. نبيل الحلفاوي لا خوف على الأهلي والعمومية قادرة على صياغة الدستور المستقبل. لجنة اللوائح تضع استراتيجية تطوير النشاط الرياضي. محمد هاني طموحي أكون رقم واحد في منتخب مصر. الإصابة لم تمنعها، تمنعهما مروان محسن والشناوي يشاركان في تدريبات المنتخب. أجاي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل. وأهلي 99 يواجه المصري في بطولة الجمهورية غدا. أهلي 2004 يواجه دمياط الجديدة وديا غدا. سباحة الأهلي تحت 12 سنة تحصد 4 ميداليات في منافسات كأس الاتحاد. هنبتدي أهم الأخبار من في الجول. في الجول قالت إن صرح عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة ورئيس لجنة الحكام إن هو بيكن كل الاحترام للنادي الأهلي وبيقفوا على مسافة واحدة ما بين كل الأندية في الدوري المصري ممتاز، وطبيعي جدا إن يكون في بعض الحالات التحكيمية الخاطئة. وكمان قال إن خطاب النادي الأهلي كان قاسي على التحكيم وعلى الأجواء العامة في مصر، صعبة طبعا جدا في الوقت الحالي، وإن هو بيشدد على ان العقوبات لا يتم الاعلان عنها وده ميثاق في قواعد التحكيم، وبيؤيده بشده لان الاعلان اكيد هياثر بشكل سلبي على التحكيم. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيلتقي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي باعضاء الجمعيه العموميه في حضور اعضاء اللجنه المركزيه لمشروع لائحه النظام الاساسي بكره ان شاء الله الخميس في مقر النادي في الجزيره، والجمعيه بفرع مدينه نصر، والسبت ان شاء الله هيكون في فرع الشيخ زايد، وهيناقشوا طبعا مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مع الأعضاء ويتعرفوا على مقترحات الأعضاء قبل عرض اللائحة على الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الحالي. كمان عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن سعادته بالمشاركة في ورشة الشخصيات العامة لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وأكد أن طرح مشروع اللائحة للنقاش ومنح دور لأعضاء ومحبي النادي الأهلي في الموضوع ده بيمثل توجه غير مسبوق نحو الديمقراطية، وأن الأمر ده مش جديد على النادي الأهلي صاحب الريادة في كل المجالات. وقال كمان الحلفاوي أنه بيقدر جدا اللجنة المركزية اللي بتشرف على ملف اللائحة اللي طبعا استجابت بسرعة لرؤية أعضاء النادي وعملت إلغاءات وتعديلات وتجديدات في البنود بما يصب في مصلحة النادي الأهلي وبيعمل على تحقيق أهدافه. كمان موقع رسمي للنادي الأهلي قال إن عقدت لجنة تطوير اللوائح في النشاط الرياضي في النادي الأهلي اجتماع امبارح، وبتضم اللجنة كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي ودكتور سامح حمدي وياسر عبد العال وعماد حلمي وطارق مسعود. وتطرق الاجتماع ده لعدد من الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة العمل في قطاع النشاط الرياضي، وتضمنت برضو وضع استراتيجية جديدة بتتضمن آليات بتعمل على تطوير العمل وفتح الباب قصاد الاستثمار بما يضمن طبعا زيادة الموارد المالية في النشاط الرياضي واتخاذ ما يلزم لمساعدة الأجهزة الفنية والفرق على تحقيق الإنجازات.
في الجول كمان قال ان بيخوض المنتخب او الاول نقل تصريح لمحمد هاني ظهير ايمن النادي الاهلي ان وجوده في معسكر المنتخب الوطني وسط الكبار بيعد طبعا مسؤوليه كبيره بتفرض على اي لاعب ان هو يؤدي بجديه جدا. وكمان قال محمد هاني لا يوجد منتخب قوي او منتخب ضعيف، كلنا بنسعى ان احنا نفرض اسلوبنا وننفذ التعليمات والخطه الخاصه بالجهاز الفني. كمان قال في الجول ان بيخوض المنتخب الوطني تدريبه الثالث في استاد برج العرب في اطار معسكره المغلق النهارده مساء استعدادا لمواجهه النيجر يوم السبت اللي جاي ضمن الجوله الثانيه لتصفيات المجموعه العاشره اللي بتؤهل لنهائيات الامم الافريقيه. بيشارك في التمرين كل اللعيبه ال 24 الموجودين في المعسكر بما فيهم مروان محسن واللي طبعا ادى تدريبات تاهيليه منفرده امبارح بالاضافه لمحمد الشناوي لو مش هتعوقه طبعا الكدمه اللي تلقاها في وشه في نهايه تمرين امبارح. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيبدا جونيور اجاي مهاجم النادي الاهلي المرحله الثانيه ليه من التاهيل، وبتشمل المرحله دي تدريبات تقويه عضلات وجلسات في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي الاهلي، وده بعد رجوع الفريق من الراحه السلبيه واللي منحها ليهم باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان بيستعد ناشئي النادي الاهلي لكره القدم مواليد 99 ان هم يواجهوا المصري بكره ان شاء الله يوم الخميس في لقاء الجوله الثانيه من بطوله الجمهوريه على الملعب الفرعي للجيش الثالث في السويس، وهيلعب النادي الاهلي في الجوله الثالثه قصاد وادي دجله يوم الخميس برضو 13 سبتمبر على ملعب مدينه نصر الساعه 4 مساء او عصر عفوا. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان فريق الناشئين في النادي الاهلي لكره القدم مواليد 2004 هيقابل فريق دمياط بكره ان شاء الله الخميس في مباراه وديه على الملعب الفرعي في مدينه نصر، وهيقابل نادي الاهلي مواليد 2000 نادي الاعلاميين استعدادا للمشاركه في بطوله منطقه القاهره واللي هتبدا منافستها باذن الله يوم الجمعه 14 سبتمبر، وهيفتتح الفريق الاحمر مبارياته خلال البطوله دي بمواجهه فريق السكه الحديد. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان حصد فريق السباحه في النادي الاهلي تحت 12 سنه 4 ميداليات لحد دلوقتي في بطولة كأس الاتحاد المقامة في استاد القاهرة، وهتستمر البطولة دي لغاية 16 سبتمبر الجاري. فاز عمر أمير حازم بالمركز الأول وبالميدالية الذهب، فاز كمان فريق البنات في النادي الأهلي بالمركز الأول وبالميدالية الذهب، فازت جنى صلاح بالمركز الأول وبالميدالية الذهب، وكمان توجت ملك هشام بالمركز الثاني، وبتقام بطولة كأس الاتحاد للمرة الأولى بهدف إن هي تكتشف المواهب الجديدة في مراحل عمرية صغيرة. والنادي الأهلي فريق سباحة 11 سنة أو تحت 11 سنة توج برضو بالمركز الأول أولاد والتاني بنات في ختام منافسات البطولة. فاصل قصير بقى وهنرجع بعد كده نتابع معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي للاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الاهرام المسائي جاري يرسم خطط المستقبل، الطريقه هجوميه للمنتخب وسالجادو كلمه السر. ميشيل سالجادو سيقوم بتدريب صلاح كمساعد لخافيير اجيري في مصر. اجيري يشرح فلسفته أو فلسفة مواجهته للنايجر في جلسة خاصة مع اللاعبين، وصلاح يبعث السعادة في معسكر الفراعنة والفريق الضيف وصل برج العرب. المسا نجوم الفراعنة في حالة تركيز شديد، أجاري متفائل قبل لقاء النايجر. أشرف صبحي كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين ثقتنا كبيرة في الفريق. الإصابات تضع جاري في ورطة قبل موقعة النايجر، المكسيكي يختبر جاهزية مروان ووردة ومحسن الأقرب. محمد محمود لم أتوقع انضمامي للمنتخب وأجاري اكتشفني في مباراة الأهلي. الأهرام سبورت إقبال على منافذ بيع تذاكر لقاء مصر والنايجر. كرة سفارة مصر في روسيا تستقبل بعثة المنتخب الأولمبي. الأخبار المنتخب يحتفل بصلاح بعد ترشحه لجائزة الأفضل عالميا.
أجر يضع خطة مواجهة النيجر في تدريب اليوم ومنافسة قوية بين الحراس. المصري اليوم، المنتخب يحتفل بترشيح صلاح للأفضل بأغنية مو. غزال ينضم نجم ريال مدريد مساعد لأجاري وطرح 40,000 تذكرة لمواجهة النيجر. الوطن المالك تحت الحراسة في برج العرب. الدستور، أجاري يطيب خاطر صلاح في جلسة خاصة ويكلف هاني رمزي بإنهاء ملف إشارة الكابتن. المصور الرياضي يكمل مسيرة المايسترو والتتش، صلاح كابتن الفراعنة. الشروق، العالم يتحدث عن صلاح. الوفد، صلاح حديث العالم. الجمهورية، الصحافة العالمية تتنبأ بتكرار سيناريو 95 الفراري على طريق ويا. رئيس الكاف، الفرعون فخر الكرة الأفريقية. المساء، بوريدا بكل ثقة، محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا للمرة الثانية. تتويجه باللقب شبه محسوم لأنه الأفضل في 2018. اليوم السابع، إنفانتينو رئيس الكاف يهنئ أنا بوريدا بتواجد صلاح في الأفضل عالميا. المسا، فوز البنزرتي، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم. رئيس الأسبانية جريزمان غاضب، كنت أستحق الترشح لجائزة الأفضل هذا العام. الأهرام المسائي، الإسماعيلي يسير على الأشواك، مضوي أظهر العين الحمراء وينتظر شفاء المصابين. المسا، مضوي يحذر نجوم الدراويش، مكانكم مع أهل القمة والمقصر برا الفريق. يلا كورة، مدير الكرة في سموحة ينفي اشتباك علي ماهر مع محمد حمدي زكي. هنبتدي أخبارنا مع الشروق. الشروق قالت أن أبدى محمد محمود لاعب وادي دجلة سعادته بانضمامه لمنتخب مصر طبعا استعدادا لمواجهة النيجر في التصفيات اللي بتأهل لبطولة أمم أفريقيا في الكاميرون 2019. قال اللاعب، لم أتوقع انضمامي للمنتخب وجالي خبر اختياري بعد ما بلغني واحد من أصدقائي عشان يهنيني وعن مقابلته بالمدرب المكسيكي خافير أجاري مدرب المنتخب. قال أجاري بلغني أن هو كان بيتابعني في مباراة النادي الأهلي على طريقة لعبي وتسلمي واستلامي للكرة تحت الضغط. كمان اليوم السابع قالت ان تلقى هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة خطاب تهنئة من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة افضل لاعب في العالم ل 2018 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس الحالي ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد بالاضافة طبعا لمحمد صلاح نجمنا. كمان من الأهرام سبورت، الأهرام سبورت قال إن شهدت منافذ تذاكر البيع الخاصة طبعا بمباراة النيجر ومنتخبنا الوطني الأول إقبال كبير جدا من امبارح. نروح لكورة. كورة قالت ان حرس حمادة علوي عضو السفارة المصرية في روسيا ان هو يستقبل بعثة المنتخب الاولمبي في مطار موسكو واللي طبعا وصلت النهاردة في الساعة مبكرة الصبح والمفروض ان هيأدي المنتخب الاولمبي تمرينه الساعة 6 مساء بتوقيت روسيا ويستعد بعدها طبعا لمباراته الودية بعد بكرة يوم الجمعة قصاد نظيره الروسي. بيسعى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب ان هو يجرب كل او اكتر عدد من اللعيبة في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل وبعد كده هنرجع معاكم ونشوف إن شاء الله فقرة السوشيال ميديا. خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل دلوقتي معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي بنتابع فيها اهم ال 12 على حسابات الرسميه الخاصه طبعا بنجوم كره القدم سواء محليا او عالميا في الفقره اللي جايه. هنبدا بطارق انديل. طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي نشر على تويتر مجموعة من الصور خلال الاجتماعات الخاصة باللائحة الأساسية للنادي الأهلي وكتب لائحة الأهلي. كمان اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق نشر على تويتر وقال
لفترات طويلة لم أكن مقتنع بتطبيق تقنية الفار لأنها تفقد كرة القدم متعتها، ولكن بعد ما رأيناه يحدث في الدوري المصري ودوريات أخرى والوقوع في أخطاء سهلة ومؤثرة لكل الفرق، أرى أنه يجب العمل على تطبيق تقنية الفار في أقرب فرصة ممكنة. كمان نروح بقى لمحترفينا، ونروح كمان للعيبة النادي الأهلي اللي انضموا دلوقتي لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة النيجر. نشر تريزيجيه على تويتر صورة ليه من المعسكر مع محمد صلاح وقال بتدرب مع أفضل لاعب في العالم. كمان محمد هاني لاعب الأهلي والمنضم لمنتخبنا الوطني الأول نشر صورة من المعسكر وقال مع محمد صلاح صديقي الجديد في الغرفة. لسه مع صلاح بقى، وصفحة كمان ليفربول أعلنت النهاردة على الفيسبوك فوز صلاح بأفضل هدف في شهر أغسطس، وده هدفه في برايتون. كمان كتبت بكل الهدوء والتركيز والمهارة الرائعة محمد صلاح يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس. كمان محمد النني نشر صورة للمنتخب من ماتشات المونديال وكتب مع بعض دايما. كمان احتفل أحمد حجازي بعد ميلاد ابنه سفيان على انستغرام وكتب كل سنة وانت طيب، انت وادم ادتوني احلى سنتين في حياتي. نشر احمد حسام ميدو على الانستغرام صوره مع سلجادو او لسلجادو لوحده بعد ما انضم طبعا للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وكتب من الرائع ان يكون لدينا سلجادو كجزء من فريق تدريب المنتخب الوطني، فان خبرته ومهنيته هتاخد ولادنا الصغيرين لمستوى تاني. كمان اعلنت صفحه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر عن فتح التصويت لجائزه بوشكش افضل هدف، وعلقت هذا الوقت للتصويت. كمان عالميا بقى نشر اللاعب ايرن هازارد لاعب تشيلسي ومنتخب بلجيكا صوره ليه من انضمامه لمعسكر بلجيكا وكتب هذا جيد العوده مره اخرى. كمان لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا نشر صوره ليه من تدريباته مع المنتخب وقال عدنا مع كرواتيا. وكمان اعلن ديفيد بيكهام على حسابه على الانستغرام اسم نادي جديد في الدوري الامريكي انتر ميامي، ونشر كمان صوره لشعار النادي وكتب من 4 سنين كنا بنحلم بانشاء نادي ودلوقتي نحن فخورون بالاعلان رسميا عن اسم نادي الخاص بنا. اخيرا بقى نشر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي صوره ليه من التدريب مع اليوفنتوس وكتب العوده للمسار الصريح. طبعا كلنا مستنيين تسجيل رونالدو لهدفه الاول مع اليوفنتوس. سريعا بقى دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل النهارده ضيفنا الاستاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي في الاخبار، لكن بعد الفاصل. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي في الاخبار. مساء الفل على حضرتك ومنورنا في كلام في الميديا. مساء الفل يا شيماء، ومساء الفل على كل مشاهدي قناه الاهلي. في البدايه كده عايزين نتكلم معاك عن الموضوع اللي بيشغل طبعا كل اعضاء النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي، اللائحه الاساسيه ازاي بيتعامل معاها مجلس اداره النادي الاهلي، ازاي حط ورش عمل وازاي ابتدى ياخد اراء الاعضاء واراء يعني الشخصيات المعروفة والشخصيات العامة جوه نادي الأهلي، شايف إزاي مجلس الإدارة بيتعامل مع اللائحة الأساسية؟ تمام. هو طبعا احنا عارفين التاريخ بيقول لنا ان النادي الاهلي دايما سباق في كل الخطوات الجديدة او كل تطور بيحصل في الرياضة المصرية، ودايما الأندية كلها هي بتمشي ورا النادي الاهلي. والنادي الاهلي بدأ من اول مجلس إدارة الكابتن خطيب وهو كان واعد بكده قبل الانتخابات، ساعة فترة الانتخابات، ان هو هيغير اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي. وانا شايف الاهلي بيعمله هو لراحه اعضائه وعلشان مصلحه النادي كمان ككيان رياضي كبير. وهو في الفتره اللي فاتت عمل ورش وقابله التقوا بعدد كبير. الخطيب بيلف على كل فروع النادي الاهلي دلوقتي عشان يعرف ويحس باراء هم التقوا بالاعضاء واتعمل اعتقد موقع الكتروني او يعني بريد الكتروني لتلقي المقترحات الاعضاء. وفي فعلا بندين في اللائحه اللي هي كانت متجهزه تم تغييرهم بناء على المقترحات اللي تلقوها من الاعضاء. فانا شايف ممكن اكتر كمان ممكن يعني أكتر. بس يمكن في بندين مهمين
تمام. اه يعني هو في بندين كانوا مهمين لازم يتغيروا، والباقي هو عدم حضور الجمعيه العموميه فبيتم دفع غرامه تقريبا 50% أيوة من قيمه الاشتراك السنوي. ايوه تمام، دي من اهم البنود اللي اتلغت. هو يعني هو عموما طبعا هو لسه الاهلي هيعرض في الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه اللي هتقرر مصير اللائحه ديت، وفي الفتره دي كلها هيبقى في ورش عمل وفي لقاءات بين الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره مع اعضاء النادي للوصول لافضل شكل اللائحه اللي هو فعلا مجلس اداره يعني ناوي يعملها ان شاء الله. حاجه تليق بالنادي الاهلي. اه طبعا طبعا حاجه تليق وتليق بكيان النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي هو يعتبر اكبر مؤسسه رياضيه في مصر دلوقتي حاليا. صحيح. طيب خلينا بقى نروح للفريق الاول للكوره في النادي الاهلي. تمام. ونتكلم عن اللي حصل طبعا في مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي، المباراه الاخيره في الجوله الخامسه من دوري مصر الممتاز، المباراه الانتاج بالتعادل السلبي وعدم بقى احتساب ضربه جزاء مستحقه لينا. واحتساب بهدف صحيح هدف. كتسلل. فخلينا نتكلم عن الموضوع ده ونشوف ازاي بيان كمان اللي اصدره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ومطالبته لاتحاد الكوره باعاده بقى تقييم الحكام، والحكام دول ما يعني لغايه ما يتعدل مستواهم مش المفروض ان هم يكونوا موجودين اصلا في التحكيم في الدوري المصري الممتاز، يتم فرض عقوبات على المخطئين، حاجات كتير قوي طلبها النادي الاهلي في بيان. وشفت المشكله دي ازاي؟ والله هو هقول لحضرتك، هو طبعا المشكله كلها بدأ عند اتحاد الكورة. اولا دايما اتحاد الكورة بيتأخر في اتخاذ الخطوات اللي هي بتطور من الكرة المصرية عموما. يعني الشكوى من التحكيم دي بدأ بقالها يعني سنين. مواسم كتيرة جدا. ورغم ان التقنيات الجديدة اللي هي بتدخل زي الفي ار اللي هي بدأ يعني تداولها في معظم الدوريات الاوروبية، حتى في الدوري الانجليزي كمان اللي هو الناس صحيح بتوع اتحاد الكورة كانوا بيقولوا ما بيتطبقش في اكبر دوري في العالم، بدأوا هيبدأوا يفكروا ان هم يطبقوا التقنيه دي طالما انها بتحد من الاخطاء التحكيميه. صحيح الاخطاء التحكيميه هي اخطاء بشريه وارد انها تحصل صحيح وتتكرر في اي وقت، لكن برضو من حق ان طالما في وسيله للتطوير. احنا لو هنتكلم عن الفار يعني استاذ عصام عبد الفتاح قال او كابتن عصام عبد الفتاح قال ان تطبيقها في مصر مستحيل، يعني محتاجه ان هي معدات كتير، محتاجه مصاريف كتير. انا شايف ان تكلفه المعدات مش بالضخامه هي كانت مشكلتها. يعني لما الفيفا بدا يطبق هو كان جايب يعني شركات هي اللي بتمول الموضوع التقنيه الفار الجديده دي، بس هي في اللي هي في الاصل تدريب، يعني هي هتحتاج اكتر الشق التدريبي ان هو الحكام اللي هم المجموعه الموجوده في المراقبه اللي جوه غرفه التحكم مع الحكم اللي هو حكم الساحه والحكام المساعدين هيبقوا محتاجين فتره يتدربوا عليها، لكن انا شايف ان الامكانيات ممكن سهل ان هي تتوفر. بس لو كابتن عصام عبد الفتاح بيقول ان تطبيق تقنيه الفار مستحيله في مصر، ازاي احنا ممكن في يوم من الايام ننظم مثلا كاس عالم؟ هو حضرتك احنا ما ينفعش طبعا، يعني ما ينفعش ان احنا نبقى بنقول كده ونصدر كده طبعا، ونبقى بنتكلم في نفس الوقت ان احنا املنا ان احنا ننظم كاس عالم 2030 او 2036. طبعا لا، كل دي خطوات لازم الاتحاد الكوره يبدا ياخدها علشان يعني فعلا يطور الكره المصريه، لان احنا شفنا الفترات اللي فاتت كانت في صحيح المنتخب الاول وصل كاس العالم، لكن كان في انهيار على بالنسبه صحيح للمنتخبات الناشئين والمنتخب الاولمبي وكده، وحتى وصول منتخبنا لكاس العالم احنا طلعنا المنتخب رقم 31 اللي هو قبل الاخير، ده مش انجاز. يعني هو انا الاول احنا هنبدا هي شقين، يعني الشق الاول ان احنا الظروف ساعدتنا والحظ ساعدنا جدا في قرعه تصفيات كاس العالم فقدرنا نوصل. ثاني حاجه احنا كان الاعداد وكان يعني الوقت كله كوبر والخطه بتاعته وشفنا طبعا فكره تنظيم معسكرات المنتخب والمباريات الوديه طبعا كان شبهها حاجات كتير جدا من سوء التنظيم. فكل الحاجات دي طبعا لازم، شفت طبيعي جدا ان احنا نتيجتنا في الاخر نبقى في مركز 31 في كاس العالم. من اهم منشطات النهارده اللي اتقالت في الجرايد، الجمهوريه قالت مهله حمراء لاتحاد الكره قبل الانسحاب، عبد الفتاح حكامنا شرفاء وطلبات الاهلي مرفوضه. تمام. هو شايف الموضوع ده الازمه دي هتروح فين؟ لا هي مش هي هو بص حضرتك مفيش دوري ينفع بدون النادي الاهلي طبعا. لان النادي الاهلي ده اساس، هو يعني هو اول بطل للدوري وهو البطل الدائم ودي بطولته المفضله واكبر شعبيه في مصر. لكن هو اتحاد الكوره
يعني دايما بيحب ان هو يرمي الغلط لما بيبقى عنده هو غلط، دايما يرميه على الطرف أبداً. زي ما حصل برضه في ازمته مع محمد صلاح. صحيح، عمره ما بيعترف يعني بالاخطاء، ما بيعترفش بالاخطاء، ويمسك ممكن يمسك خطا. يعني هو دلوقتي بيقول لك انه ما يصحش الاهلي يهدد من انسحاب، لا، الاهلي لازم يهدد من انسحاب ولازم يقف وقفه جامده علشان مصالحه هو دي. هو كده بيصالح، بيشتغل لمصلحه فرقته ومصلحه اسم النادي. الاهلي ما يصحش ان هو يطالب بالانسحاب، محمد صلاح ما يصحش ان هو يطلب او وكيله يطلب. الاهلي لما يبقى شايف في حاجه غلط بتحصل في المنظومه الرياضيه لازم يتكلم ولازم يقف ولازم ياخد اي موقف. دايما دي حجج اتحاد الكوره، يعني هو بيسيبوا مشكله اساسيه وبيمسكوا في حاجه فرعيه، لان اتحاد الكوره دايما بيعطل يعني ان هو ياخد الخطوه او ياخد القرار. لان هو يعني احنا هي ازمته مثلا في مشكله مع محمد صلاح ان هم كانوا بيتاخروا في الرد على الوكيل. صحيح. يعني انت بيجي لك ايميل ممكن في خمس دقائق، ممكن في خمس دقائق تحرك تبعتي له رد تقولي له مثلا هنناقش الموضوع، لكن ما تسيبيهوش ثلاث اربع ايام خمس ايام بعدين تبعتي له الرد على ايميل بيتبعت في دقيقه. يعني فلازم اتحاد الكوره يتعامل مع الامور، مع يعني ما يبصش للنادي الاهلي ان هو النادي الاهلي بيحاول يضغط عليه علشان خاطر مصالحه بس، لا، الاهلي بيضغط على اتحاد الكوره علشان خاطر مصلحته الكوره المصريه. صحيح. المسابقه لما تنتظم مواعيدها ويبقى فيها عداله تحكيميه وكل الفرق بتاخد حقوقها، اكيد المستوى بعد كده هيعود على الكل فايده كبيره. يعني نروح بقى لتقييمك لاداء كارتيرون مع النادي الاهلي ومع فريق النادي الاهلي. شايف كارتيرون بينت بصماته على النادي الاهلي لغايه دلوقتي؟ يعني هقول لحضرتك، هي بانت في اوقات واوقات لا. يعني اوقات الظروف بتحكمه ان هو بسبب غيابات او بسبب اصابات ان هو يضطر يغير. تاني حاجه برضو انا ما بحبش كارتيرون في النهايه، هو ما يعني ما اعتقدش عدى مثلا 10 ماتشات مباريات رسميه لعبهم مع الاهلي. فالناس احنا هنا الناس بتستعجل لانها بتتابع برضو متابعتها للدوريات الاوروبيه وتطور الانديه بره واللي بيشوفوه مستويات التدريب والمدربين العالميين برضو اللي احنا بنشوفهم وقدراتهم ان هم يحققوا طفرات مع اللعيبه او مع الانديه بتاعتهم، خلى الجمهور يبقى مستعجل شويه. وخصوصا طبعا النادي الاهلي نادي عايز بطولات وبيلعب في دوري ابطال افريقيا اللي هو غايب عنه بقى له كام سنه، الجمهور نفسه ان هو يكسب البطوله دي. فهو مستعجل المدرب ان هو عايز يشوف في النهايه قدامه منتج يعني كامل متكامل. صحيح. لكن انت من وجهه نظرك ان لسه بدري في الحكم على كارتيرون؟ انا شايف ان لسه طبعا كارتيرون لا، من حقه ان هو ياخد. يعني في انديه احنا بنشوف انديه ومنتخبات بتصبر على المدربين بتاعتها بالسنتين والثلاثه لغايه لما يحقق الهدف اللي هو محطوط. يعني احنا دلوقتي في شهر 9، يعني كلها كام شهر وندخل على فتره الانتقالات الشتويه بقى، شايف النادي الاهلي محتاج يدعم انهي مراكز؟ يعني انا في تقديري الاهلي محتاج صانع العاب، محتاج راس حربه، ومحتاج مدافع. مدافع. شايف في حد في الدوري المصري يصلح ان هو يعوض المراكز دي؟ مش يعني بصي احنا مش عايزين يعني نحدد اسماء معينه، هي في الاخر هي حريه للمدير الفني والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ان هو يختار العناصر اللي تقدر تفيده. مش مهم الاسماء، يعني مثلا لو اتكلمنا على الدفاع بالاضافه طبعا لسليف كوليبالي اللي جه النادي الاهلي، لو اتكلمنا عن الدفاع في مصر في الدوري المحلي اصلا احنا عندنا ندره في المدافعين. بالظبط. وانا هقول لحضرتك انا شايف ان يعني الطفره او اللي هي القفزه الهائله اللي حصلت في اسعار اللعيبه المصريين في الفتره اللي فاتت دي ممكن يوجه السوق لافريقيا، دول افريقيا، يعني يبقى هو التركيز بس انت في الاخر انت ملزم بعدد انا عارف ان انت بس اوكي خلاص، لان في انديه كانت بتادي مواسم قبل كده من غير الاربعه الاجانب دول. لا، انت ممكن في الفتره اللي جايه هتلاقي كل الانديه تقدر تستفيد بقى بالاربع اماكن بتوع الاجانب دول ويجيب عناصر مميزه من بره ممكن تبقى بنفس الاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي. صحيح. يعني في الدوري. صحيح. ولو اتكلمنا عن الطفره اللي حصلت في الاسعار في الميركاتو المصري شايفها ازاي؟ هو انا هقول لحضرتك هي شايفها لصالح مين وضد مين؟ هو طبيعي يعني ده حصل بره برضو، شفناها في صفقه نيمار لما كان قيمته السوقيه في حدود 100 مليون واتباع ب 222 غير الاضافات اللي النادي باريس سان جيرمان تحملها. فده بس هي الفكره ان هل امكانيات الانديه اللي هي عندنا في مصر دي هل هي تقدر على الصرف ده؟ يعني هل هو عائداتها
بتوازي ان هل الكوره المصريه اصلا تسويقيا هل هي فيها الفلوس المدفوعه في اللعيبه؟ لا طبعا انا مش شايف كده. لا هو ما فيش الا النادي الاهلي بس هو اللي اسمه يقدر يبيع يغطي له النفقات بتاعته، رغم ان برضه الاهلي نادي كبير ومطالب ان هو ينفق ببذخ على فكره. بس احنا شفنا ان النادي الاهلي يعني عقلاني قوي في الصفقات اللي بيعملها. والله ما هو ده طبيعي، ما هو انا ما ينفعش ان انا مثلا عائد من هنا ب40 ما ينفعش العائد بتاعي كله ان انا اصرفه في ان انا في الشراء كام لعيب وخلاص، يعني لا لازم بيبقى في استراتيجيه برضو. انا شايف ان لازم الانديه برضو تهتم بقطاعات الناشئين، لان فكره السوق كده بيتحرك بسرعه كبيره جدا، ولازم تبقى هي دي يعني زي بنك للاهل للنادي ان هو يقدر ياخد منه يطلع منه العناصر اللي هو بدل ما يشتريها من الانديه بره. يعني ده فعلا اللي بيحصل في النادي الاهلي الوقت الحالي، الاهتمام بالناشئين وفريق الشباب وماشي بطريقه موازيه مع الفريق الاول لكره القدم. تمام. باتفاق طبعا مع باتريس كارتيرون. تمام. كابتن عادل عبد الرحمن دلوقتي بيعد فريق ان شاء الله يكون بنك فعلا زي ما بتقول النادي الاهلي، بالاضافه ان هو برده لما اتكلمنا معاه قاعد يقول انا عايزين لعيبه نطلعها من عندنا يعني نكسب برده منها. تمام. هو انا هقول لحضرتك هي مشكلتنا في الدوري ان يعني بره احنا عارفين قاعده اللعب النظيف اللي هي بتطبق في اوروبا اللي طالب بيها برضو النادي الاهلي، اللي هي عوائد الانديه وانت بتصرف كام وبيجي لك كام. ما ينفعش انت بتقول لي ان انا بصرف مثلا 800 مليون وانا بيجي لي 300 400. طب الباقي ده بتجيبه ازاي يعني؟ او بتجيبه منين؟ لان في احيانا بره هم معموله دي لان طبعا سد الطرق اللي هي غير الشرعيه لغسيل اموال او لاي حاجات زي كده. فده برضو لازم يتطبق هنا بسرعه، لان انا الواحد شاف تجارب انديه في السنه اللي فاتت دي، انا ما اعرفش اشترت لعيبه بمبالغ رهيبه جدا وهو اسم النادي ما يمكنوش ان هو يعمل الموضوع ده. يعني هي لو بفكره المشروع الاقتصادي الموضوع كده خسران يعني 100%. حقيقي فعلا. طيب خلينا نروح لباتريس كارتيرون مره ثانيه ونتكلم عن الانتقادات اللي بتتوجه لباتريس كارتيرون، برغم طبعا ان هو في الدوري اداء كويس جدا مع النادي الاهلي، وكمان بالنسبه لدوري ابطال افريقيا فصعد لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام. تقول ايه للناس اللي بيوجهوا له دلوقتي انتقادات؟ هو برضه يعني هو الناس بتحمل احيانا المدير الفني كل العيب، رغم ان هو برضه في جزء اللعيبه تتحمله برضه، يعني وارد قوي ان اللعيبه دي تكون لسه ما وصلتش للتوب فورم بتاعتها. احنا برضه في اول السيزون 4-5 ماتشات واحنا بنشوف الدوريات اللي بره، الدوري الايطالي اول اسبوعين برضه في انديه كتيره جدا كان متوقع لها ان هي تظهر بشكل كويس السنه دي، لكن برضو ما ظهروش لسه. يعني احيانا بتبقى عمليه توليفه اللعيبه مع العناصر الجديده مع مدير فني جديد لسه بيتعرف على امكانيات لعيبته، برضو الامكانيات لعيبته هو بيعرفها كويس من خلال التدريبات، ممكن هو كل تدريب بيطلع بفكره جديده ان هو عايز يطبقها مع الفرقه. فاحنا المفروض ان احنا نحاسبه على النتائج مش نحاسبه على بقى، يعني احنا طالبين منه الحاجتين ان احنا يكسب وكمان تقدم لنا عرض. صحيح. كويس. وده ما ينفعش يعني في الفتره اللي في الاول لازم على الاقل يبقى في توازن، ان احنا يا اما نطلب منه عرض كويس واكيد الاهم طبعا هو طبعا اهم حاجه النتائج طبعا اكيد. كمان عايز اسالك عن اللاعب اللي هو لفت انتظار انظارك في الخمس جولات الاولى من الدوري المصري الممتاز في النادي الاهلي، يعني مين اللي شد انتباهك كده وانت بتتفرج عليه؟ وطبعا نتكلم عن الوجوه الجديده اللي في النادي الاهلي. والله انا شايف هو يعني ناصر ماهر ادى شويه كام ماتش كويسين برضو، لو ان هو عنده لسه في تذبذب في المستوى. عندنا برضو سليك كوليبالي طبعا. كان صفقه هايله جدا يعني للاهلي، كان صفقه النادي الاهلي حقيقي كان محتاجها. طبعا. وشايف برضو ممكن هشام محمد يجي مع الماتشات اللي جايه. يعني هم اللعيبه كلهم برضو احنا يعني انا برضو زي ما قلت لحضرتك يعني السيزون لسه بادئ وبلاش نحكم وبلاش نجلد اللعيبه قوي ونضغط عليهم، لان برضو دي بتمثل عبء نفسي على اللعيب، لان كل الكلام ده بيوصل له وبيبقى هو متوتر. يعني فكره ان التوتر يزيد عند الواحد اكيد مش هيأدي يعني. طب احنا سالنا برضو الجمهور نفس السؤال من امبارح للنهارده، حطينا سؤال على السوشيال ميديا بنسالهم مين اللاعب اللي لفت انظاركم في الخمس جولات اللي فاتوا من الدوري؟ تمام. سريعا كده نشوف الجمهور بعت لنا ايه على الفيسبوك. خالد مصطفى بيقول علي معلول افضل لاعب حتى الان في الاهلي، وبعد كده كوليبالي، وليد سليمان، ازارو، صلاح محسن، وعاشور. اسلام بيقول بعد خالص تحياتي ليكي بشكرك جدا،
اسلام من فلسطين بيقول ارى ان هم اتنين ازاروا جمهور نادي الاهلي. كابتانو احمد صادق بيقول مساء الخير افضل لاعب معلول وسليف كوليبالي. مروان محمد بيقول احمد فتحي وسليف ومعلول. احمد حسين بيقول علي معلول ووليد سليمان. محمد رفض بيقول وليد سليمان الحاوي. محمود زكريا بيقول كوليبالي. احمد صبري بيقول الحاوي ووليد سليمان. واحمد دهشان بيقول ميدو جابر ووليد سليمان. عمر جادو بيقول عمرو السولية. صالح كوليبالي بيقول او صالح بيقول كوليبالي. ابو زيزو بيقول الحاوي سليمان عندما يغيب تغيب المتعة. عمرو جمعه بيقول كوليبالي وعلي معلول. محمد بيقول ازارو. المحمدي بيقول ازارو. كمان على تويتر نخلاوي بعت لنا بيقول كوليبالي طبعا وبعديه صلاح محسن. صفاء بتقول ازارو اكيد بس الاداء السنه او العام ضعيف للفريق كله الاداء العام. طه خاطر بيقول وليد ازارو. احمد المنسي بيقول حسام عاشور. ابو بكر بيقول كوليبالي وعلي معلول. كمان على الانستجرام محمد عمر بيقول علولو. عبد الله بيقول ازارو. ميدو بيقول علي معلول ووليد سليمان. ابراهيم محمود بيقول الاسد ازارو. مودي بيقول سليف كوليبالي طبعا. وردوة بتقول سليف كوليبالي. وحسام جمال بيقول علي معلول. احمد اسماعيل بيقول ان من وجهة نظره احسن اللعيبة في النادي الاهلي كوليبالي وبداية مميزة لتألق ازارو كالعادة. معهم عمرو السولية وحسام عاشور. محمد صبري بيقول كوليبالي. وروان بتقول علي معلول. دي اراء الجمهور اللي جات لنا النهارده سواء على الفيسبوك او على تويتر وكمان انستجرام ردا عن سؤال حلقتنا النهارده اللي كان بيقول مين هو افضل لاعب ومين اكتر لاعب لفت انظارك في الجولات الخمسه اللي فاتت من الدوري المصري الممتاز. مره ثانيه مش ملاحظ كده ان اغلبهم اجانب؟ هو انا كنت هقول لحضرتك هو السنه دي يعني فعلا الاربعه الاجانب اللي في كل الفرق تقريبا بيلعبوا يعني اساسيين. كان في السنين اللي قبل كده كنت تلاقي كوليبالي ومعلول في واحد عنصر مثلا والباقيين بيبقوا احتياطي او لا. دلوقتي على طول تقريبا مش في الاهلي بس في كل الانديه يعني تقريبا كل المحترفين عندهم بيلعبوا وبيلعبوا كاساسيين يعني. وهي دي اللي انا قلت لحضرتك عليها ان هي فكرة ارتفاع السوق هنا ممكن هيوجه الأندية لأن هي فعلا تستفيد بالأربع أماكن بتاعت المحترفين دول. طيب. نروح بقى لموضوع تاني وطبعا الموضوع برضو اللي كان الأهم في الفترة اللي فاتت في الأيام اللي فاتت مشكلة محمد صلاح واتحاد الكرة المصري. شفت الأزمة دي ازاي؟ شفت الأزمة هي يعني هقول لحضرتك هي قلة احترافية يعني اتحاد الكرة لسه ما وصلش في الليفل اللي هو محمد صلاح وصله يعني أول يعني معظم المؤسسات الرياضيه المصريه ما وصلتش للمستوى الاحترافي ده. محمد صلاح كل الطلبات اللي هو طلبها هو مشروع لانه هو شافها هو ما طلبهاش في الانديه اللي هو راح يعني هو كان بيروح بيلاقي السيستم بيلاقي الموضوع ده موجود سيستم موجود في المعسكرات معروف هو كل واحد مين اللي بيطلع الاوض ومين مين مسموح له ان هو يدخل المعسكر اساسا من اداره النادي او اداره منتخبات احنا شفناها. ف محمد صلاح اتكلم في هو كل اللي زعل اتحاد الكوره بس ان هو فكره ان الوكيل يعني بيقول لاتحاد الكوره ان انت لازم تستقيله كده وبتاع يعني فهم الحته دي هي بس تعبتهم هم سابوا كل المشكله وبس فقاموا قلبين الحرب على محمد صلاح زي ما سابوا كل البيان بتاع النادي الاهلي ومسكوا بالظبط يعني انا قصدي كان الحل خلاص بسيط انت طلباتك هي اللي هي فعلا طلبات مشروعه ومش لمحمد صلاح بس لكل لعيبه المنتخب يعني لازم كل لعيبه المنتخب لما يبقوا قاعدين في معسكر بيستعدوا للمباراة على الاقل يكون في تركيز وهدوء وقاعدين في الاوض بتاعتهم. ما ينفعش ان انا كاداره منتخب اطلع ناس للعيبه دي في اوضه عشان تتصور معاهم يعني صحيح صحيح فكلها طبعا هو محمد صلاح اعتقد يعني انا في اعتقادي ان هو طبعا ما اتكلمتش معاه بس هو يعني شاف المشاهد دي كلها في الفتره اللي هي السنه او السنتين اللي لعب فيهم مع المنتخب من ساعه بطوله الامم فهو لا يعني خلاص كان وصل لمرحله ان هو زهق مش عايز يجي يلعب في الشكل دوت وبالطريقه دي وبالتنظيم دوت فهو يعني عرض طلباته واشتكى فعلا هو بس هو انا بلوم على محمد صلاح ان هو يعني المفروض تبقى برضو كل مخاطباته بينه وبين اتحاد الكوره سواء من خلاله هو او عن طريق الوكيل بتاعه
وبلاش يعني ارجوه ان هو يبعد عن السوشيال ميديا ويركز شويه في بس هو ما دخلش على السوشيال ميديا او ما اتكلمش في موضوع السوشيال ميديا غير بعد تجاهه اوكي. ما انا في الاول قلت لحضرتك ان مشكله اتحاد الكوره ان هو بيجي له الحاجه بعدين يتعامل معاها بقى يعني براحته يعني اللي هو ما فيش حد يمكن بيفتح الايميل عندهم او كده والله انا ما اعرفش يعني الموضوع بسيط يعني طب على الاقل رد عليه يعني على الاقل انت جاي لك مثلا ايميل شغل فخلاص طب والله انا هبحث الموضوع او هناقش الموضوع وهرد عليك حتى الايميل ده ما يعني اللي هو سطرين ثلاثه بس مجرد ان انت تعرفين ان انا قريت الايميل بتاعك وهرد عليك قريب دي برضو ما بتتعملش. فهو اتحاد الكوره بصراحه يعني في الحته دي هو يعني مستقويين بموضوع ان هو الاتحاد الدولي بيحميهم وكده وبتاع فهم بيتصرفوا بكل اريحيه هم بعد ما رجعنا من كاس العالم من روسيا هم مش حاسين باي ذنب اللي عملوه مع المنتخب وحتى كمان برضو حتى المسابقه المحليه برضو مش عايزين يمشوها بالشكل اللي هي ايه تخرج بيها بسلام يعني رايك ايه كمان في تصريح كابتن عصام عبد الفتاح ان الحكام ما ينفعش يتم محاسبتهم او توقيع عليهم عقوبات معلنه؟ شايف التصريح ده ازاي؟ ليه؟ هم يعني بيشتغلوا في مجلس القضاء العالي مثلا انا نفسي افهم ليه. هو انا هقول لحضرتك حاجه هي يعني برضو احنا هو مش مهم ان هو يعلن على العقوبه بس يكون فعلا في عقوبه بتتنفذ على الحكام يعني بمعنى ان هي طبعا احنا عشان تعودنا من اتحاد الكوره ومسؤولين ان هم في شفافيه في التعامل فاحنا ما ينفعش ان احنا تصريح كابتن عصام فتاح ناخده بشكل مسلم ان هو ده اللي بيحصل وان الحكام فعلا بيتعاقبوا هو بيقول ان هو بيتعاقبوا واحنا ما بن يعني مش ما نعرفش ان هو احنا مش متاكدين من حته العقوبه دي لكن كل العناصر بينزل عليها عقوبات اشمعنى الحكام يعني ايه السبب يعني والله هو ما اعرفش يعني هل في مثلا بند في الفيفا مثلا يعني بيطلب عدم معاقبه الحكام لا هو في انا الفيفا بيعلن في حته معاقبه الحكام دي لما بيبقى مثلا حكم اخذ رشوه او يعني او يعني في سبب اكبر من كده لكن الاخطاء التحكيميه ما اعتقدش ان هو بيعلن يعني بيعلن عن عقوبه الحكم نتيجه خطاه في ماتش ما اعتقدش الا اذا كان خطا مقصود يعني دي بقى طبعا بتبقى محتاجه ادله وكده يعني فانا رايي ان هو اتحاد الكوره لازم يشتغل على يعني اصلاح منظومه التحكيم ومفيش مانع ان لو هي حتى تكلفه الفار هتتكلف السيزون ده ممكن انا اشتغل عليها ان هي تبدا تتطبق من السيزون اللي جاي ما يعني يكونش زي ما طلعت لنا بتلفزيون اتنين بوصه كده وبعدين حاطين لا انا لا هو طبعا لا هي هتبقى محتاجه طبعا يعني تقنيه مختلفه خالص يعني غير اللي هي الشاشات العاديه والتلفزيون العادي لا لازم تبقى شاشه ولازم يبقى في تدريب كمان يعني احنا برضو مش عايزين نجيب الاجهزه بس بدون تدريب لازم التدريب يبقى كويس للحكام علشان فعلا لما يبقى في مواقف هنلجا فيها لتقنيه الفار ما تبقاش تعطلش بقى الماتش وتبقى الاحداث ماشيه بسلاسه. صحيح. طيب نروح بقى لملف المنتخب وان شاء الله اللقاء القادم قصاد النيجر في التصفيات المؤهله لامم افريقيا. اختيار اجيري في البدايه شايفه ازاي؟ والله هو انا مش عايز اقول ان ده اختيار اجيري لانه يعني وارد ان يكون نسبه كبيره من الاختيار هي برضو اراء مساعدين او بناء على تقارير. لا انا بتكلم اصلا في الاساس هو اختيار اجيري كمدير فني اختيار اجيري نفسه الاول برغم طبعا علامات الاستفهام هو طبعا احنا طبعا عارفين ان في اعضاء كتيره كانوا جوه الاتحاد كانوا رافضين ومعارضين ورافضين وكانوا في يعني في مدربين تانيين كان السير الذاتيه بتاعتهم كانت احسن كتير وكانوا اولى ان هم لكن هي طبعا كان الباشمهندس هاني ابو ريده مع يعني مجموعه كده اللي هم دايما محالفينه او بيدينوا ليه بالولاء كان ليهم راي تاني وضغطوا واخذوا لما اخذوا التصويت كانوا هم اغلبيه فانا هقول لحضرتك بعيدا عن ان هي مشكله اجيري الوحيده اللي هي مشكلته القضيه اللي هي طب فلنفترض مثلا القضيه دي فعلا اتثبت الاتهام ايوه احنا كتبنا كده وان هي ممكن وارد قوي ان انت تبقي في بطوله رسميه يعني ممكن تبقى اجيري معاكي في بطوله رسميه ويصدر قرار ايقافه فخلاص هيبقى موقفنا هيكون عامل ازاي هيبقى ملوش حق خلاص هيخلي بقى المدرب العام هو اللي يكمل المهمه في وقت زي ده يعني بس هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو كان اختيار فكره ان انت برضو مدرب عنده شبهات في وقت انت بتبني فيه منتخب جديد لان المنتخب اللي فات كان هيبقى فيه احلال وتجديد اكتر بشكل كبير لا هي كانت قرار غلط بصراحه
بس احنا برضو في النهايه بنتمنى له التوفيق يعني، هو وبنتمنى له ان هو القضيه بتاعته دي تنتهي على خير وما يحصلوش اي مشكله في خلال فتره قيادته للمنتخب. طيب معانا دلوقتي استاذ جمال هليل، والنهارده طبعا الاستاذ جمال هليل كان عنده مقاله صحفيه اتكلم فيها في المقاله دي عن محمد صلاح، وعن قد ايه محمد صلاح رمز كبير وفخر العرب والمصريين كلها، وقد ايه محمد صلاح بيدي دروس لاتحاد الكره عشان الاحترافيه يتعلموها منه. وادي المقاله قدامكم دلوقتي، صلاح في القمه والجبليه تحت الارض. مساء الخير عليك يا استاذ جمال. مساء الخير، ازي حضرتك؟ منورنا. الله يخليك ويبارك فيكي. معانا كمان استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي في الاخبار، معانا منورنا كمان في الاستوديو. اهلا وسهلا استاذ سمير. استاذ جمال ازي حضرتك يا ريس؟ الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك. طيب استاذ جمال، عايزين نتكلم مع حضرتك عن مقالتك النهارده اللي بتخص محمد صلاح واتحاد الكوره. شفت الازمه بتاعت محمد صلاح واتحاد الكوره دي انتهت ولا لسه هي في طريقها ان هي تنتهي؟ وكمان بدايه الازمه دي كنت شايفها ازاي؟ هي القضية مش إن المشكلة انتهت أو يعني تدخلت بعض الأطراف، يعني الوزير اتدخل وعشان يخلص الموضوع وكان مجتمع مع صلاح ومجتمع مع هنا بوريدة عشان يلم الموضوع، ولكن المشكلة هي في تكرار الأزمة من أول وجديد، لأن الأزمة دي حدثت قبل كده أيام. صحيح. السيارة وضع صورة محمد صلاح عليها. حقيقي. وبعدين اتكررت دلوقتي تاني في كاس العالم بالمشاكل اللي كانت موجودة. أنا شايف إن محمد صلاح فعلا إدى اتحاد الكورة درس، وإدى الأندية المصرية درس في فن الاحتراف الحقيقي. صحيح. لأن الاحتراف مش إن اللاعب يبقى بيلعب في النادي وخلاص، لا، ده في مسؤوليات على النادي، مسؤوليات على جهاز المنتخب، مسؤوليات على اتحاد الكورة، علشان اللاعب ده المفروض ان احنا نوفر له كل سبل الراحه اللي تخليه يقدر يطلع كل الامكانيات بتاعته داخل الملعب. صحيح. صلاح الحقيقه اداهم درس حقيقي في الطلبات اللي هو طلبها، وكل مصر دلوقتي بتقول ان محمد صلاح كان على حق، بدليل ان اتحاد الكوره نفذ له كل الطلبات بتاعته. هو الطلبات مش لصلاح، الطلبات هي في نظام الاحتراف الحقيقي. صحيح. وهو ان اللاعب يبقى متوفر ليه الراحه في المعسكر بتاعه، الهدوء في المعسكر بتاعه، الملعب يبقى كويس، اللي يبقى اللاعب حاسس ان هو في امان كامل، سواء كان في الفندق ولا في الملعب ولا في المعسكر ولا في اي مكان. صحيح. صحيح. عشان يقدر يطلع كل امكانياته اللي احنا عايزين نشوفه عليه. فاعتقد ان صلاح كان على حق تماما، وفعلا صلاح ادى اتحاد الكوره وادى الانديه كلها سيستم هو عاشوا فيه مع الفرق الاوروبيه اللي لعب معاها، سيستم في المعسكرات بتاعتها علشان يبقى ده متوفر في المعسكرات بتاعتنا. وكان كاس العالم الاخير درس، اعتقد ان كانت الفضايح اللي حصلت في المعسكر بتاعه منتخب مصر وكانت سبب رئيسي في حالة التسيب اللي كانت موجودة في المعسكر، ده أثر على اللاعبة وأثر على المنتخب كله، وكان أداؤه باين في البطولة إن هو مفيش نظام ماشي عليه المنتخب. فيعني أتمنى إن الدرس ده يبقى مش بس دلوقتي عشان صلاح موجود، لا، مستقبلا كمان في كل المعسكرات يبقى فيها نظام معين وفيها سيستم معين، نظام محترفين بحق وحقيقة. صحيح. شكرا ليك استاذ جمال هليل الكاتب الصحفي الكبير، نورتنا في كلام في الميديا. ونرجع بقى تاني معاك يا استاذ تامر ونتكلم عن منتخبنا الوطني. اول كنا بنتكلم عن اختيار اجيري كمدير فني لمنتخبنا الوطني الاول، قلت لنا كان في برضه اعتراض كبير من اعضاء في اتحاد الكوره، ولكن في الاخر الاغلبيه كانوا بيأيدوا اختيار اجيري كمدير فني لمنتخبنا الوطني الاول. واتكلمنا برضه لو حصل لا قدر الله ان هو جه مثلا حكم بايقافه، صدر حكم بايقافه في خلال طبعا تواجدنا في بطوله مهمه، ايه اللي هيكون الحل وقتها؟ لا، هو لو تم ايقاف اجيري في اي وقت هيتم خلاص استبعاده من اداره المباريات، لان اكيد هياخد عقوبة بتبقى طويلة شوية، ممكن ساعات اعتقد ان هي بتتراوح ما بين 6 شهور لسنتين يعني. صحيح. فهو اعتقد ان هي مشكلة، لكن احنا نتمنى ان هو اجيري ما
ما يتعرضش للمشكله دي، لان هو هتاثر على المنتخب نفسه. وفكره بقى ان انت تدخلي تاني في رحله البحث عن مدير فني اجنبي، وممكن يبقى كل الناس اللي هي الكويسه او اللي انت كنت بتأملي فيهم ان هم يعني سيرهم الذاتيه احسن شويه من اجيري، ممكن يكونوا تعاقدوا مع شفت مين كان افضل الاسامي اللي كانت. انا كنت متحمس قوي لهنري، يعني تييري هنري، رغم ان هو جديد في التدريب، بس انا شايف ان هو يعني المدرب صغير برضو عنده طموح، وهو في الحته الفنيه كمان عالي جدا، فكان هيقدر يدي كمان للاعيبه المنتخب، وكان ممكن هيفيد محمد صلاح. وجود بقى سلجادو في الجهاز الفني أكيد طبعًا. منتخبنا الوطني الاول ده هيفيدنا اكيد طبعا. لعيب كان لعيب دولي في منتخب الارجنتين يعني، فلا اكيد هيفيد المنتخب وهيقدم دعم كتير. بس انا برضو مش عارف هي المنظومه هتمشي ازاي، لان هو اجيري ده تاني يعني المفروض تاني مساعد اجنبي بيزوده على الاتفاق الاول اللي كان مع اتحاد الكوره. يعني هو كان قايل الاول اتنين مساعدين، بعدين بقوا ثلاثه، وسلجادو هو انضم ليهم كمان. خلينا كمان نتكلم مره ثانيه عن ازمه محمد صلاح مع اتحاد الكوره. امبارح كان مهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم موجود في التدريب منتخبنا الوطني الاول بالليل، وكان في فعلا لقاء مع محمد صلاح. شايف كده المشكله بتنتهي؟ والله يا مش عارف. يعني هو بصي حضرتك، هي انا ما اعتقدش ان محمد صلاح يعني هو شايل من اتحاد الكوره، لو هو يعني ان هو بسبب الترتيبات والتنظيم بتاع المعسكرات وتنظيمه من والى المطار وكده، يعني لو كل الاسباب دي فعلا اتحاد الكوره قدر ان هو ينظمها ويمشيها بشكل كويس في الفتره اللي جايه، اعتقد ان ممكن الامور ترجع لمجاريها. يعني هو المهم مصلحه محمد صلاح، يعني في الاخر احنا عايزين محمد صلاح يركز في مسيرته الاحترافيه. هو دلوقتي بقى واحد من احسن مرشح، يعني من ضمن احسن ثلاث لعيبه علشان جائزه ذا بيست اللي هي العالميه، وكان برضو من كام يوم كان مرشح لافضل لاعب في اوروبا. فلا يعني محمد صلاح مستقبله ان هو يركز دلوقتي في مسيرته الاحترافيه، واتحاد الكوره على اتحاد الكوره بقى ان هو يقوم بدوره ان هو ينظم ويهيئ للمنتخب افضل الفرص ان هي ان شاء الله نتاهل لكاس العالم اللي جايه وننافس على بطولات الامم الافريقيه. من بنتكلم عن منتخبنا الوطني الاول، معانا دلوقتي على الهاتف استاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. مساء الخير عليك. حضرتك ومساء الخير على جميع المشاهدين والمستمعين. واحنا طبعا بنتمنى ان منتخبنا باذن الله يفوز ويحقق مباراه او يحقق نتيجه كبيره في المباراه يوم السبت ان شاء الله. واحنا بنطمن الناس على المنتخب، المنتخب اكتملت صفوفه بعد مشاركه اول جول علي جبان وعمرو طارق، وده يعني خلى روح المنتخب بشكل مرتفع جدا، وان جميع اللاعبين في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا. وان طبعا السيد جيري مد روح طيبه جدا لجميع اللاعبين، وفي عاملين مجهود كبير جدا في البرنامج التدريبي. طب عايزين بقى نعرف منك اكتر عن البرنامج التدريبي، وكمان عايزين نتكلم عن الاقبال الجماهيري لتذاكر المباراه. عايزين نعرف من حضرتك الاول اخبار البرنامج الخاص طبعا بمنتخبنا الوطني الاول لمباراه النايجر. طبعا هم مركزين جدا في برنامج التدريب بشكل كبير، بحيث يعدوا اللاعبين بشكل بدني وفني جيد، خاصه بعد خروجنا من كاس العالم للدور الاول، عشان عايزين يحققوا نتيجه افضل من اللي فات. وطبعا هم كل يوم في التدريب بتاعهم بيبقوا مركزين على تنفيذ الخطه بشكل عملي في الملعب، ويشوفوا جاهزيه جميع اللاعبين اللي موجودين ومدى حفظهم لتعليمات الجهاز الفني بشكل جيد، بحيث ان شاء الله باذن الله ينفذوها يوم السبت الجاي، بحيث ان يقدروا يتغلبوا على منتخب النايجر ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه بقى للاقبال الجماهيري على منافذ بيع التذاكر الخاصه بمباراه مصر والنايجر. طبعا الاقبال الجماهيري، طبعا الناس مشتاقه جدا للملاعب، خاصة بعد عودة الجماهير، وأكيد الناس متلهفة إن يشوف منتخبهم ويشجعوهم بالشكل المحترم. وأنا بدعو من خلال برنامجكم المحترم إن جميع الناس لازم يؤازروا
الفراعنه في المباراه دي، لان هي هتبقى مباراه منفوذ فيها هتبقى قوه دفع كبيره جدا جدا لجميع اللاعبين في المرحله في المرحله دي، خاصه لحتى نقل لكاس العالم بالشكل المشارك من كام باذن الله، فهتبقى دي محطه انطلاق ان شاء الله للي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك استاذ حسام الغرباوي ناقد رياضي في الجمهوريه، ونورتنا في كلام في الميديا. نرجع بقى نتكلم برضو عن المباراه الهامه، مباراه النايجر ومنتخبنا الوطني الاول. بالنسبه طبعا لعوده الجماهير مره تانية للمدرجات، احنا اتكلمنا عنها ان هم رجعوا ان شاء الله، رجعوا من شهر 9 او من بدايه شهر 9 في الدوري المصري الممتاز، وكمان اتسمح لهم ان هم يدخلوا المدرجات بعدد 40,000 في اللقاء القادم لمنتخبنا الوطني الاول قصاد النايجر. شايف العامل الجمهور ده هيكون مهم بنسبه قد ايه؟ والله هو الجمهور مهم في كل الاوقات، يعني ماتش ودي ماتش رسمي، وده طبعا ماتش منتخب بيجي بعد فتره طويله من انتهاء كاس العالم، فانا شايف ان وجود الجمهور سواء في الدوري او مع المنتخب هو مهم جدا، واحنا شفنا ماتشات الدوري في السنين اللي فاتت كلها كانت ما لهاش اي طعم، لدرجه ان بدات الناس تتجه لمشاهده الدوريات الاجنبيه علشان طبعا عامل الاثاره وفي جمهور وفي صحيح. فن وفي كل حاجه، فان شاء الله انا شايف ان الجمهور باذن الله يدي دفع للعيبه ان هم ان احنا برضو موقفنا في المجموعه لسه مش تعرضنا لهزيمه في اول ماتش من تونس، ونتمنى طبعا فرقه النيجر مش الفريق الكبير يعني اللي احنا نخاف منه، لكن احنا ان شاء الله ناخد الامور بجديه والجمهور يبقى عامل مساعد في الماتش ده ان شاء الله. طيب تتوقع ان التشكيله اللي هيخوض بيها اجيري لقائه قصاد النايجر تكون عامله ازاي؟ طبعا في عناصر كتير ما تمش الاستعانه بيهم في المعسكر الحالي لمنتخب المنتخب مصر قصاد النايجر، فشايف يعني التشكيله ممكن تكون عامله ازاي؟ هو اكيد جيري هيعتمد طبعا على بعض العناصر اللي هي كانت اساسيه اوريدي في الفريق، زي مثلا محمد الشناوي، ممكن حجازي، علي جبر، ممكن او ايمن اشرف، يعني طبعا محمد صلاح، ممكن مروان محسن يديله برضو في وارد في الماتش دوت. يعني بصي احنا لسه مش عارفين اجيري بيفكر يعني ازاي، بس هو اللي انا شايفه ان هو الجمهور هيبقى مركز اكتر مش مع النتيجه، مع الشكل اللي ممكن اجيري يقدمه بكره. صحيح هي اول اتنين. هي صحيح اول مباراه، لكن برضو الناس عايزه تعرف استراتيجيه اجيري. يعني اجيري تقريبا استدعى كل المحترفين المصريين. تمام. 13 هو بس يعني رمضان علشان الاصابه، لكن هو صحيح. كان برضو من ضمن المستدعين طبعا. وبالنسبه طبعا للمحليين كان في بقى علامات استفهام كبيره قوي على عدم وجود لعيبه، منهم طبعا احمد فتحي ليه مش موجود في وليد سليمان برضو وليد سليمان طبعا يستاهل. والله انا بص انا زي ما قلت لحضرتك، هو اكيد اجيري الاختيارات دي مش اختيارات اجيري نفسه، يعني دي ممكن تكون بناء على توصيات اصل هو ما اخدش فرصه ان هو يتفرج على الماتشات كتير، يعني هو دوب جه مع الاسبوع الثاني وكان خلاص الدوري بدا وايه نوعا ما لسه ما كونش فكره، هو ممكن طبعا يكون اعتمد على القوام الاساسي اللي هو كان الكوبر بيعتمد عليه مع شويه ترشيحات جديده من الكابتن هاني رمزي، من الكابتن احمد ناجي، وارد ويكون هو يعني يقول ان انا ابدا الخطوه الاولانيه كده وبعدين هو يبدا يرتب اوضاعه هو بنفسه ان شاء الله. يا استاذ تامر، انا عايزه برضو اسالك عن مين هو اللاعب من وجهه نظرك اللي اتظلم بعدم انضمامه لقائمه المنتخب، لكن بعد الفاصل اللي هنروح له دلوقتي ونرجع نكمل معاكم مع استاذ تامر. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم في كلام في الميديا، ولسه معانا منورنا استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي. مساء الخير عليك مره ثانيه. تامر هشيم. نرجع بقى، كنا بنسالك قبل الفاصل على طول مين هو اللاعب اللي انت شفت انه اتظلم بعدم انضمامه لمعسكر منتخبنا الوطني الاول؟ والله هما الاثنين احمد فتحي ووليد سليمان، يعني ده في النادي الاهلي، لكن بعيدا عن النادي الاهلي. والله اصل هقول لحضرتك يعني المستوى لسه ما فيش حد يعني برز بالشكل اللي هو نقدر نقول ان هو حاجه فالته، يعني ما يعني انا شايف ان هو بس احمد فتحي اتظلم لان هو
يعتبر جوكر، يعني جوكر المنتخب، واحنا شفناه في السنين اللي فاتت بيلعب مهاجم، يلعب مدافع، يلعب حارس مرمى، يلعب اي حاجه. فالراجل كان لازم يبقى له تواجد. وكان وليد سليمان بصراحه انا ما اعرفش فيه علامه استفهام، فكره ان هو كل مدير فني يجي ما بيست يعني ما بيعتمدش وما بيستفدش من قدرات وليد سليمان بالشكل الكويس. تفتكر ده سببه ان المدير الفني اللي بيجي اصلا مش بيذاكر الدوري المصري عامل ازاي؟ والله هو يعني مثلا لا، في حاله كوبر المفروض ده راجل مدرب يعني عالمي وقضى حوالي 3 سنين ونص في مصر، فازاي ما شافش وليد سليمان؟ يعني لا، هي طبعا بتبقى احيانا بقى ما اعرفش هل هي المساعدين بتوع المصريين بيبقوا موصلين له حاجات معينه عليه مثلاً؟ يعني وارد ممكن يبقى حاجه زي كده. حاجه غريبه جدا، يعني حاجه مش منطقيه ابدا. ما هو اصلا بصراحه يعني هو مش في كوبر بس، كمان ده هو كان يعني فتره برضو كمان برادلي كمان برضو ما كانش موجود متواجد معاهم. فيعني هو يعني غريب بصراحه. انا شايف ان وليد سليمان لاعب قائد، ممكن يبقى قائد للفريق في الملعب، وانا حاسس ان المنتخب برضو بالتشكيله بتاعته دي ما فهمش قائد، يعني بمعنى قائد في الملعب يعني. صحيح. طيب نرجع بقى للنادي الاهلي مره تانية، وطبعا الخطوه المهمه القادمه زي ما كنا بنتكلم من شويه هي الاميره الافريقيه التاسعه للنادي الاهلي، وسعي النادي الاهلي ان هو يحصل على النجمه التاسعه ليه في بطوله افريقيا. طيب شفت اللقاء القادم ازاي اللي وقعتنا فيه القرعه، النادي الاهلي وهورويا كوناكري الغيني؟ يعني هو بصي، هو فريق هورية الغيني هو مش ما عندوش تاريخ كبير قوي، لكن هو في السنوات ال4 سنين اللي فاتوا في تطور في المستوى بتاعه، في تطور في نتائجه في البطولات الافريقيه، من الكونفدراليه لدوري الابطال. السنه اللي فاتت برضو كان بينافس ان هو يصعد دور يعني دور المجموعات، ساعه لما كان دور المجموعات من دور الـ8، يعني هو وصل لدور الـ16. السنة دي قدر، وعلى حساب مجموعة فيها سان داونز اللي هو حامل لقب السنة اللي قبل اللي فاتت. فأنا شايف إن هو الأهلي لازم برضه طبعا في فرق خبرات كبير لصالح طبعا النادي الأهلي. حقيقي. لكن أنا برضه شايف إن النادي الأهلي لازم يبقى حذر جدا، وخصوصا المباراة الأولانية بره ملعبنا. وان شاء الله ان الاهلي يقدر يعمل نتيجه كويسه هناك ويتريحوا في ماتش العوده هنا ان شاء الله. يعني اول ما كان في قرعه او اعلن عن ميعاد القرعه، كان كل الجمهور جمهور النادي الاهلي بيقول يا رب ما نقعش مع وفاق الصيف، يا رب ما تكونش المواجهه عربيه 100%. وكانوا برضو بيتمنوا يا اما اول اغسطس يا اما هورية كوناكري. فرجع بعد كده النادي الاهلي وطلع بتصريح من المدربين والقائمين على فريق الكوره في النادي الاهلي، وقال احنا ما يهمناش مين هو المنافس، مفيش عندنا اي مشكله، النادي الاهلي قوي ويقدر ان هو ينافس مع اي فريق على اللقب ده. تمام. هو النادي الاهلي طبعا هو يعني حامل الرقم القياسي للفوز بالبطوله الافريقيه، وفي نفس الوقت هو البطل دوت شخصيه الاهلي، هو مش ما بيدورش هيلاعب مين، هو هدفه ان هو هيكسب البطوله، فلازم يعدي دور الـ32 والـ16 والـ8، لازم يعدي بمراحل البطوله. فايا كان المنافس اللي هو هيلعبه، هو الاهلي ان شاء الله هيبقى جاهز ومستعد ليه، وان شاء الله الفرقه السنه دي تقدر فعلا تحقق حلم الجمهور ان هي تستعيد بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله. احنا بقى في حاجه ما بنتكلمش عليها كتير، طبعا القسم الثاني او دوري الدرجه الاولى المصري. معانا دلوقتي استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام، اللي هيكلمنا عن ملامح البطوله في الموسم الحالي، وعن بقى مين المنافسين الاقوياء اللي موجودين في الموسم الحالي. مساء الخير عليك يا استاذ محمد. الخير سيما، واهلا بضيوفك الكرام. منورنا طبعا في كلام في الميديا، وعايزين نعرف من حضرتك اخر اخبار دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الاولى المصري. ان شاء الله باذن الله بكره الخميس تنطلق الجوله الرابعه دوري القسم الثاني المجموعات الثلاثه، وطبعا ده من عجائب يعني مسابقات القسم الثاني اللي اتلعب 3 مباريات، 21 مباراه في 3 مجموعات في يوم واحد، ومش عارف ليه عاملينها في يوم واحد. 21 مباراه في يوم واحد. 21 مباراه في 3 مجموعات، كل مجموعه 7 مباريات، ورغم ان المباريات كلها يعني تقريبا جماهيريه، والمباريات كلها ملتهبه، وكلها الكل بيبحث عن الـ3 نقاط من اجل يعني لو ما صعدش دوري ممتاز
على الاقل، لان نظام المسابقه السنه دي فيه بقاء سبعه في الممتاز ده وهبوط سبعه من كل مجموعه، يعني هيهبط 21 فريق في سابقه لم تحدث في تاريخ الكره المصريه ان يهبط سبعه من كل مجموعه، وده اللي ادى الدوري سخونه وحراره قويه جدا جدا. الكل يبحث عن النقطه، حتى زي ما قلت لحضرتك اللي مش عايز يصعد الممتاز لا بيبحث عن البقاء في انديه جماهيريه كبيره جدا. صحيح. اقول لك ان نادي النصر، النصر اللي هبط من الدوري الممتاز، عارفه في المركز الكام دلوقتي؟ في المركز ال 13. ال 13؟ اه، من بين 14 فريق. طب يعني طب ده معناه ان في منافسه قويه بقى في الدوري الدرجه الثانيه؟ جدا. لا، منافسه قويه جدا جدا. لو بصيت للمجموعه الاولى هتلاقي اسوان، بني سويف، تلفونات بني سويف، النصر قاعدين على القمه دلوقتي، الاعلاميين، لا في اكثر من ست فرق. كان كل سنه المنافسه الاوحد، يعني زي ما بيقولوا السنه اللي فاتت صعب الجونه وكان بعيد عن المنافسه، السنه اللي قبلها صعب الاسيوطي وكان بعيد عن المنافسه، كان منافسه احاديه في مجموعه الصعيد بالذات، لكن مجموعه الصعيد السنه دي انا بقول لك مش اقل من اربعه او خمس انديه، حتى الامطار الاخيره مش هيبان مين اللي هيصعد، وكذلك في المجموعه الثانيه سيراميكا على القمه، سواء النصر اللي هو في المركز 13 دلوقتي بص هتلاقيه مثلا في المركز الرابع خامس بعد ثلاث اربع اسابيع. النصر في المركز ال 13 معاه كام نقطه؟ نقطتين بس. نقطتين والمركز الاول او المتصدر للمجموعه؟ المركز الاول عنده سبع نقاط. سبع نقاط من سبع نقاط في المركز الاول بعد اربع جولات، بعد ثلاث جولات، ثلاثة. يعني الجوله الرابعه بكره هتنطلق ان شاء الله. ان شاء الله. الفريق الوحيد اللي حصل على العلامه الكامله بين الثلاث مجموعات هو المنصوره، تسع نقاط، ثلاث مباريات، ثلاثه فوز، جميع المباريات، جميع الفرقه ال 41 فريق الباقي كله ما بين فوز وتعادل وهزيمه، وهم ثلاث فرق برضه بس اللي ما حصلوش على اي نقاط، سواء ابو صقر في المجموعه الثانيه، تحرير اسوان في المجموعه الاولى، ويمكن حتى شباب سهل ما كانش عنده نقاط خالص بقى عنده، جزيره مطروح اللي هو اول مره يعني تحت شعار سنه ده لم يحصل على اي نقاط، هم ثلاث فرق بس لم يحصلوا على اي نقاط، ومع ذلك انا بقول لك ان الاسابيع الجايه هيحصلوا على نقاط لان على ملاعبهم برضه بيبقوا كويسين ومتميزين. عايز اقول لك ان المجموعه الثالثه جماهيريه بنسبه 95%، فرقتين بس هم اللي شركات، هم فاركو وبير الاسمده، والباقي كله ما شاء الله. يعني لو بصيتي هتلاقي طنطا والبلديه والمحله وكفر الشيخ والمنصوره ودمنهور والاولمبي، يعني كلهم، والرجاء طبعا اللي هابط من الدوري الممتاز، كلهم بيبحثوا عن التواجد وعن المنافسه، وفرق النقط قليل جدا بينهم. يمكن مباراه بكره طنطا والبلديه هي الاقوى طبعا، هي زعامه الغربيه وزعامه المجموعه في نفس الوقت، والمحله والجوليندو والمنصوره ودمنهور، يعني مباراه كلها جماهيريه وشعبيه قويه. يعني عايز اقول كمان النصر اللي عنده نصر استاذ محمد، حضرتك تتوقع مين الانديه اللي هيتم بقى تصديرها للممتاز الف؟ يعني اتوقع في المجموعه الاولى ما بين بني سويف والمنيا واسوان، دول الثلاثه ومعاهم التعديل، هذا الرباعي هو بني سويف والمنيا واسوان انديه الصعيد كلها والتعديل. والتعديل ده في الصعيد. المجموعه الثانيه يعني اعتقد ان سيراميكا هو الاقرب، كلهم بيقولوا طبعا سيراميكا من السنه اللي فاتت واضح ان هو عنده خبرات، عنده رمضان مدير فني، عنده خبرات لعيبه متميزه جدا. عندك الترسانه بعد شويه، النصر بعيد، منتخب السويس برضه بعيد، الشمس بعيد، اف سي مصر يعني بيحاول، القناه انا شايف القناه والمريخ والسويس برضه هيعملوا برضه منافسات قويه. بالنسبه للمريخ البورسعيدي، المريخ كان ماشي كويس، وحتى فاز المباراه اللي فاتت بضرب الجزاء في الوقت الضايع، كان بيلعب الشمس وعوض هزيمته من الترسانه في الجوله الثانيه، وهو تعادل في الجوله الاولى، يعني كل اللي عنده ثلاثه يعني اربعه خمسه بونت من ثلاث مباريات. بقول لك يعني الاول عنده سبعه بونت، فهتلاقي سبعه وسته وخمسه واربعه كل قريب من بعض، ولسه بدري. لا لسه بدري جدا، لسه بدري. طبعا في ظل المنافسه الشديده، اتمنى لهم التوفيق طبعا كل المجموعات كلها، وخصوصا ان الدوري السنه الجايه هيبقى 24 فريق بس من مجموعه واحده مش ثلاث مجموعات. من أربعة لسبع نقط، يعني هو لقاء واحد فوز أو خسارة. بشكرك جدا أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام، نرجع تاني ليك أستاذ تامر.
طيب توقعاتك بقى ايه في نهايه حلقتنا النهارده لمباراه النيجر؟ توقعات النتيجه؟ لا، توقعاتي ان شاء الله المنتخب هيقدر يفوز. هو احنا زي ما انا قلت لك ان هو الجمهور هيبقى مستني اكتر من نتيجه، استراتيجيه اجيري خصوصا بعد 3.5 سنين اللي قضيناهم مع كوبر كانت شويه معظم الماتشات خطط دفاعيه وخطط عقيمه جدا. فانا اعتقد ان اجيري بكره هيحاول يعمل شو يعني يقربه شويه من الجمهور ويسهل عليه المهمه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي نورتنا النهارده في كلام في الميديا. ميرسي جدا، شكرا. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه واشوفكم باذن الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. بكره ان شاء الله هيكون معاكم زميلي امير في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.